السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الرابع، أهلا بكم في مادة هندسة القياس والسيطرة، وهذه إن شاء الله تكون آخر محاضرة شابتر 16 على Design of Control Systems. فهنا راح نكمل، يعني أحب أنه أرجع شوي لورا ونعيد على السريع المثال التصميمي اللي كان يصمم للبروبورشنال جين كيسي. فعندنا هذا النظام او هذا الكنترول سيستم اللي اخذه استنسخه اخذه من وين؟ من تشابتر 15 فريكوينسي ريسبونس اللي هو هذا. طبعا هنا هو نفس ال شو اسمه الترانسفر فانكشن، بس هنا 10، يعني هنا منزل العشرة اللي هي البروبورشنال جين 10، والرسم هم راسمه انه اي ار اوفر اول على 10. وهو الرسم هنا هو نفس الرسم مهما كان يكون كيسي، يعني هنا كيسي 10، فاحنا الكيس مالتنا اذا كانت 1، اذا كانت 2، اذا كانت اي شيء، هو الرسم هو نفسه. بعدين لما نجي نطلع الاي ار نضرب القيمه اللي نطلعها منها في الكيسي فيطلع لنا الامبليتيود ريشيو، القيمه المضبوطه والصحيحه يعني. زين، فاحنا هنا هذا نفس السيستم مثل ما قلنا، وهنا يشيك، يعني هو يقول specify the proportional control the proportional gain KC for the control system of your produced. فيريد يطلع قيمة الKC التصميمية، وهذه تبعا ل تبعا لل شروط التصميمية اللي أخذناها بالبارت الأول، اللي هي خلينا نذكركم بها، اللي هي تقول انه انه عندنا كان عندنا الجين مارجن، الجين مارجن اللي هو اللي هو مقلوب الامبليتيود ريشيو اللي اخذناه عند عند فاي، يعني اللاج، الفيز لاج هو لما يكون عندنا ناقص 180. فنطلع الأوميجا اللي هي اللي سموه كروسوفر أوميجا، خليني أذكركم بها، اللي هو the boat stability criterion، يعني according to the boat stability criterion راح تصير العملية التصميمية لاستخراج ال K controller gain. يقول a control system is unstable if the open loop frequency response exhibits an amplitude ratio exceeding unity at the frequency for which the phase lag is mean of mine. يعني the frequency is called the crossover frequency، يعني the frequency اللي مستخرجيه قيمة the frequency and the phase lag هو 180 يسموه شنو؟ crossover frequency. فعند crossover frequency عند crossover frequency الـ AR لما يوصل 1 أو يعبر بشوية فيصير السيستم unstable، لكن السيستم يصير unstable عندما يكون AR هو 1 أو يتعدى بشوية. هذا وين؟ عند crossover frequency اللي ماخذين قيمة frequency الأوميجا عند الفيز لاج هو 180. طبعا هاي العمليه التصميميه هي غير سيف، ان سيف، يعني هو يريد في ريلايبل او ريليتيف ستابيليتي. وي اكسبت ابوت ستابيليتي كرايتيريا از ويل از يوز تو استابليش ذا كنترول ديزاين بروسيجر. يعني هو شيري يقول if A is only slightly less than unity the system is almost stable. يعني احنا ما نريد
قيمه الامبليتيود ريشيو تصير شويه اقل من الواحد. ليش؟ لان السيستم بعده مو كلش يعني almost unstable، مو unstable and may be expected to behave in a highly oscillatory manner even though it is theoretically stable. يعني هم راح يتصرف بشكل متذبذب حتى لو هو نظريا كان stable. يعني احنا نظريا حالي stable شوية اقل من الواحد، بس هو بالحقيقة هم يقوم البيهيفير مالته يكون highly oscillatory. فنانا اللي يصير شنو؟ انه ياخذ المقلوب، مقلوب الامبليتيود ريشيو واحد على اي، يسميه gain margin. وهذا الجين مارجن يعني واحد على gain margin، يعني هو الجين مارجن، العفو الجين مارجن هو ياخذ 1.7. يعني هذا specification بالديزاين، الجين مارجن هو اقل شيء لازم يكون 1.7، يعني اكثر من، يعني اكثر مو اقل. فاحنا لما نجي نطلع الامبليتيود ريشيو، هو شنو الامبليتيود ريشيو؟ هو مقلوب المارجن. وكل ما كل ما الجين مارجن يزداد مقلوبه يقل، الامبليتيود ريشيو يقل. فشوف القيمه هي ايش قد 0.59. فما يصير احنا ناخذ امبليتيود ريشيو كقيمه تصميميه اكثر من 0.59. يعني هو احنا اللي قلنا هي الواحد هو الحد الفاصل. يعني احنا اذا وصلنا الواحد، الواحد هو يعتبر انستيبل. بس هنا القيمه التصميميه على مود نبقى بالسيف سايد، فشي ياخذ الامبليتيود ريشيو هو اكثر شيء 0.59، اكثر من 0.59 ما يصير، يجوز اقل يصير على مود يعطينا جين مارجن اكثر، يعني هو مخلوبه. ف هذا بالنسبه من ناحيه ال شو اسمه، من ناحية الجين مارجن. بالنسبة من ناحية الفيز مارجن، شوف عندنا جين مارجن وفيز مارجن. الفيز مارجن هو الفرق ما بين الامبليتيود ريشيو، من يتحقق لنا واحد امبليتيود ريشيو واحد نسقط على ال شو اسمه الفيز لاج، مخطط الفيز لاج. فالفرق ما بين 180 و نقطة الامبليتيود ريشيو اللي هي الواحد اللي جاية، هذا الفرق يسموه فيز مارجن. فهذا الناحية الثانية بالسبيسيفيكيشن مال التصميم الكيسي. الكيسي لازم يكون يعني العفو مو الكيسي، الفيز مارجن يعني الفيز مارجن محصور بين الكيسي واحد، هذا الواحد هو مسقطينه. فهذا الفيز مارجن هنا بالسبيسيفيكيشن لاستخراج الكيسي لازم يكون هذا، هاي الكميه هي اقل شيء 30، يعني 30 فما فوق، ما يصير يكون اقل من 30. هذا سبيسيفيكيشن ثاني. يعني الاول مرتبط بالجين مارجن اللي شرحنا عليه هنا، والثاني مرتبط بالفيز مارجن. يقول it is the difference between 180 and the phase lag. هذا شنو الفيز مارجن؟ as the frequency for which the gain is unity. The gain is unity، يعني هذا الامبليتيود ريشيو يصير واحد من هذا. ولذلك شي يقول with the phase margin therefore represent the additional amount of phases required. المهم typical design specifications are that the phase margin must be greater than 30. شوف typical specifications, typical design specifications، يعني متطلبات التصميم لازم شو نسوي؟ يكون الفيز مارجن هو 30 واكثر. زين نيجاتيف فيز مارجن indicates an unstable system، ما يصير يكون الفيز مارجن هو السالب. طبعا يعني هذا ليش احنا رجعنا له؟ لانه هاي النقطتين الاساسيه بالجين مارجن والفيز مارجن لازم نتطرق لها بالعمليه التصميميه ونشوف ياهو اللي ينطينا كيسي اقل. فاقل قيمه كيسي هي الكنترول، هي اللي تسيطر. شوف
أقل قيمة كيسي هي تسيطر بعملية التصميم، ما نقدر نأخذ أكثر منها، هي أكثر شيء نقدر نأخذ، يعني الماكسيموم هو مينيموم، أقل واحد يطلع عنه هو لازم نعتبره هو الماكسيموم ما نتعدى. هذا وين؟ مرة بالجين مارجن ومرة بالفيس مارجن. بس نجي نشوف العملية التصميمية شلون تصير هنا. أول شيء يقول التطلع عنه الكيسي لما يكون النظام هذا السيستم بي بروبورشنال كنترولر اللي هو هذا بروبورشنال كنترولر. شوف هنا مدخله كيس 1 بروبورشنال ديريتيف العفو بروبورشنال ديريتيف كنترولر، والثاني بروبورشنال كنترولر اونلي يعني بي اي. هنا بي دي هنا بي اي، هنا بي دي موجود وهنا بي دي ما موجود، بس البي اي موجود. طبعا هنا اثنينات موجودات لانه كلها موجوده تشوف، بس انا مطلع هذا القوس بي دي موجود. فاول شيء نجي نسوي العمليه التصميميه للبي دي كنترولر. البي دي كنترولر هنا شيء يسوي؟ شوف يقول اول شيء يروح على يرسم، اول شيء اول ما نبدي نرسم البوت دايجرام لهذا النظام اللي شفتوا أمامكم. شوف هذا نرسم البود دايجرام لهذا الترانسفر فانكشن، نرسم له البود دايجرام. طبعا انتم تلاحظون انه هنا خال كيسي، يعني كيسي مجهول، احنا نريد نطلع يعني عملية تصميمية لعمل الجين، نريد نطلع بروبورشنال جين كيسي. فهنا شي يصير نرجع لهاي الكيرفات المرسومة لنفس الدالة بشابتر 15، مثل ما قلنا هذا يعتبر كيسي العشرة، يعني ما يعني أي قيمة ما نعرف إيش قد. فأول شيء ناخذ الناقص 180. أول شيء هذا الـ PD controller، شوف overall curve with derivative action، فناخذ ناقص 180 نسقطه وين على هذا، بعدين ناخذ خط عمودي ونسقطه فوق، يعني يعني هذا نجيبه هنا وبعدين نسقط هذا. هذا وين نسقط على هذا؟ يعني هو هذا شنو؟ with derivative action. زين، ومن هنا ننزل هذا جوا. تمام، نزل هذا الجو. لا هذا كان صار شوية يمكن أعوج. لا ما أعوج، يعني هذا هو زاحف. أي صح زاحف، لذلك لازم يصير شوية هيجي. نعم يجي تقريبا. المهم يعني هذا اللي هو ناقص 180 يقطع لنا. والمهم هو يعني اول شيء احنا نسوي هذا يجي لما نطلع الكروس اوفر. اللي هو فنطلع قيمة شنو الأوميجا هنا، الأوميجا راح تطلع قيمتها تقريبا راح تطلع 8.62. 8.62 لما راح نجي نسقطه، يعني طبعا هو ما راح يجي مضبوط هنا، فبس احنا ايش راح نسوي؟ راح نجيب فتح خط ثاني هنا 8.62 وراح نسقطه وين؟ راح نسقطه هنا. سقطه هنا، فراح نسقطه هنا وبعدين شو نسوي؟ ناخذ الخط اللي هو هيج. فهو هنا المفروض يطلع 0.054
هنا هو منطي بوينت 044، فأتوقع يعني أنه هاي القيمة مو صحيحة يعني، بس إحنا راح نمشي عليه لأنه يعني ما يعني، وحتى لو القيمة هنا هي في دائما يعني إحنا بين الخمسة والعشرة هي أكثر من 0.05، هو منطي 0.044، فأعتقد هي بالحقيقة 0.545. مو مشكلة، راح نمشي على قيمة هاي القيمة اللي هو منطيها وجدلا نعتبرها هي. فاحنا 0.445 اللي هي شنية الـ AR اللي هي AR على KC، فالـ AR على KC، فالـ KC شي يساوي؟ يساوي AR على 0.445. فإذا الـ AR اعتبرناه واحد على 0.445 يطلع عند الكيس، يعني شوف واحد على 0.445 هنا ينطينا 22.5. هذا الكيسي التصميم هذا في حالة شنو؟ في حالة إذا كان الـ amplitude ratio واحد. طبعا احنا ما نريد واحد لأنه الواحد يسوي لنا instability، ومو مثل specifications. specifications يقول إنه الgain margin هو 1.7 اللي هو يحقق لنا amplitude ratio 0.59. فإحنا شو نسوي بالحالة؟ 22.5 نضربها في 0.59 أو نقسمها على 1.7. شوف نقسمها على 1.7 زين، بالحالة يعطينا القيمة التصميمية يعني نقسمها على 1.7 يقللنا يسوي لنا 13.2 زين. هذا بالنسبة للجين زين. إذا جي الجين مارجن بالنسبة للفيز مارجن شلون؟ بالنسبة للفيز مارجن إذا عندنا ناقص 180 اللي هو الكروس أوفر، ففرق 30 درجة نضيف للناقص 180 يصير 150، فنجي هم كذلك هنا هذا ناقص 180 وال 150 تقريبا هنا، راح ناخذ فتح خط هنا، هنا ناخذ خط وراح نسقط فتح خط ثاني هنا، فنطلع الاوميجا كروس اوفر. الاوميجا كروس اوفر هنا راح تطلع غير قيمه، تطلع تقريبا 5.5. شوف 5.5 طلعت الاوميجا ادلس فريكوينسي. فهنا ايش راح نسوي؟ هنا لما نطلع ايش اسمه ال 5.5 راح نجي شو نسوي على اساس هذا؟ يعني ال 5.5 هنا راح نجي نسقطه هنا، ال 5.5 هنا نجي نسقطه، وبعدين ناخذ فتح خط اللي هو هيج باعتبار الأوميجا الجديدة الكروس أوفر اللي طلعناها جبناها هنا وسقطناها. شوف هنا خط عمودي وبعدين نجي هيج راح يطلع لنا تقريبا 0.085 يجي شيء 0.0815. إذا قلنا واحد على 0.0815 فهنا ما يعني احنا ناخذ الواحد لانه احنا ما عندنا هنا بالفيز مارجن وما عندنا كروس اوفر، العفو بالفيز مارجن ما عندنا جين مارجن، يعني مو ناخذ 1.7 و 0.59، هذا بس بالجين ناخذ بالجين نطبق 1.7 او 0.59، بس بالفيز مارجن ناخذ بس واحد. فواحد على 0.0815 ينطينا الكيسي الـ 12.3. فتشوف نقارن هذا 12.3 ويا الـ 13.2 اللي هذه اللي هنا، ايش طلع؟ طلع انه هذا بعد اقل من هذا، فاحنا ناخذ الاقل. فهذا يصير كنترول 12.3 هو الكنترول، وهو احنا ما نقدر ناخذ بعد اكثر من 12.3 على اللي يحقق لنا السبيشال فيكشن السبيسيفيكيشنز نيراته. طبعا نجي 12.3
نجي نرجعها نشوف ايش قد يعطينا كيسي العفو مو كيسي يعطينا الامبليتيود ريشيو نرجع هنا نشوف الامبليتيود ريشيو هنا 12.3 في شنو هنا في 0.445 نعطينا الامبليتيود ريشيو نقلبها على وين نطلع الفيز مارجن يعني هسه 0.0445 في 12.3 يساوي اللي هو يطلع amplitude ratio نقلبه يطلع 1.82 يطلع 1.82 ال 1.82 اللي هو نشوف اللي هي ال gain margin شوف هنا وين شوف 1.82 أو 1.83 اللي هي أكبر من 1.7 فإذا إحنا تصميمنا يكون صحيح لأنه إحنا نريد 1.7 gain margin أو أكثر. أوكي فهذا بالنسبة للسؤال السابق يعني ردنا نراجع بعدين يجي يقول ها بالنسبة لهذا بالنسبة لشنو هذا طبعا بالنسبة للمطلب الأول. المطلب الثاني نفس العملية نسويها بس شنو راح تصير العملية إنه هنا ناقص 180 ما يتسقط على هذا الكير ما يتسقط على هذا يتسقط على هذا وبالتالي يعني ليش لأن هذا ما يبي without derivative فنجي نسقط هذا هنا ننزل الخط وراح يصير الأوميجا مالتنا إيش قال راح تصير الأوميجا مالتنا بحدود 3.5 مثلا 3 يجوز هذا بالأوميجا وبالحالة هذا يتسقط لثلاثة هنا ممكن وين تتسقط هنا على هذا الكير وليس ذاك يعني هذا وراح ينطينا قيم مختلفة الـ AR Amplitude Ratio وراح تطلع بالنتيجة يعني هذا هنا ايش راح يصير وبالتالي راح يطلع بالنتيجة هنا الـ KC في حالة إذا ما عندنا derivative proportional derivative راح يطلع عندنا KC 6.7 ب 5.14 بالحالة الثانية اللي يعني أول واحد بالgain margin ولا بالphase margin الثاني فراح شي صار عندنا الكيس 2 5.14 هي تحكم بينما بكيس 1 12.3 هو اللي يحكم فهنا دا ينطينا مجال بالكيسي يعني فنقدر نستعمل proportional gain هذا الجين عندنا جين عالي هنا proportional gain الجين عالي الكيسي عالي فنقدر نتصرف بحريتنا يعني هذا الكنترول سيستم ليش لأن بي derivative controller PD هنا أنا ما عندنا PD ولذلك الكيسي هو قليل ولذلك هو يقول يعني شير لهذا يقول the addition of the derivative شوف the addition of the derivative action allows an increase in the value of KC from 5.14 to 12.3 while maintaining approximately the same relative stability in terms of gain and phase margins يعني نفس ال stability relative stability يعطينا إياه في حالة أنه نستعمل بدال 5.14 12.3 هذا شنو بسبب الديريفيتيف كنترول زين هسه نجي هنا يقول يقول هنا the designer faces the conflict between speed of response and degree of oscillation if integral action is not used the amount of the offset must be هذا هنا ده يحكي على ال ال ال
الإكزي. الإكزي عندنا كل ما يقل بالسكند أوردر سيستم، سكند أوردر كنترول سيستم، والفيرست أو السكند أوردر بإكزي. الإكزي إذا كل ما يقل الإكزي فراح يصير الأوسيليشن مالته كلش سريع ويقترب من الأنستابلتي. ولذلك بالعملية التصميمية يقول لك الإكزي اللي أنا هو أكو كيرف نذكركم به، فيث كيرف اللي هو يقول هذا ما بين الإكزي والفيز مارجن. فيز مارجن لازم ما يكون أقل من 30، يعني إحنا ما يصير فيز مارجن يجي أقل هذا 30 فما فوق 30 نسقط هنا يطلع إكزي 2.26. فالإكزي لما يقل عن 2.26 راح يقلب السيستم إذا أنستيبل سيستم. ولذلك الإكسي لازم يصير عندنا 0.26 وأكثر. بس هو شو يقول هنا؟ أنا يقول إنه إحنا ما يصير نأخذ إكسي قليل، لازم شوية يكون زايد. طبعاً هنا كذلك شو يقول؟ يقول يعني أنت إذا تأخذ مثلاً إكسي 0.4 راح ينطيك فيز مارجن 50 خوش كم قيمة اللي أكثر من 30. الإكسي مثلاً 0.4 هي مقبولة، يعني طبعاً أقل هم مقبولة، 0.3 هم زينة، بس هذا يعني في مأمن أنت يعني لما تعطيه 50 خوش كمية من الفيز مارجن منطقي، يعني أنت في السيف سايد. فهو شيء يقول، يقول بس إحنا ما يصير نأخذ يقول إحنا ما يصير نأخذ إكزي كلش عالية. ليش؟ يعني يسوي النظام كلش بطيء، الريسبونس سلقش، يعني يعني راح يتصرف بشكل كلش يعني بطيء جدا، فيأخرنا يعني، يعني ما الريسبونس ما يطلع سريع. ولذلك إحنا فالديزاينرز هم بحيرة، يعني يريدون شيء، هم يريدون نظام شوية بسرعة، لكن إذا سرعوا إيش راح يصير؟ راح يحصلون instability، وهذا اللي ما مرغوب به. يقول one wants the most rapid response that has sufficient relative stability. يعني إحنا نريد most rapid response، نريد أسرع نظام يكون سريع، يعني ما يكون بطيء، سريع، لكن ينطينا sufficient relative stability، يعني ينطينا فد استقرارية عالية وجيدة في نفس الوقت. فالديزاينر يعني هاي هذا الكونفليكت أو التضاربات اللي تصير يواجهوها، يعني مشاكل بين سرعة الاستجابة والدجري أوف أوسيليشن، يعني درجة التذبذب. يعني درجة التذبذب ما يريدوها عالية، مو كلش عالي لأن ينطينا انستابلتي، لكن في نفس الوقت إذا قللوها السبيد مال ريسبونس يقل. فهنا هي الإشكالية اللي تصير. For formality of the derivative contribution shifted to the right. طبعا ال derivative contribution ال PD controller إذا خليناه بالسيستم راح يزحف الكيرف إلى اليمنى أو اليسرى، وبالتالي شو اسمه يعني راح يغير من قيمة الكيسي مثل ما شفناه بالمثال السابق. A typical design procedure is to select the value for which the فيقول احنا نقدر بالإكسبرمنتال experimental testing أو experimental trials إنه شو نسوي؟ نستخرج أحسن قيمة للتاودي. زين، فعلى typical design procedure is to select the value of the ليش على مود نختار فت قيمة مناسبة لكيسي اللي تنطينا شنو؟ تنطينا أقل شيء 30 درجة فيز مارجن، أقل شيء يعني 30 وأكثر.
زين باراميتر. فاذا كان 3 مود كنترول يعني بانتجرال باراميتر و كنترولر باراميتر فراح يصير عندنا تاو اي وتاو دي نختارهم which must be varied by trial to meet various design criteria. يعني هذا must be varied by trial يعني يعني بالمحاولات انه نستخرج ال تي اي وال تي دي المناسبه. طبعا هناك طرق اخرى اللي هي طريقة زيجلر إيكولز كنترولر سيتينجز. هذا طريقة ديزاين يعني يمشي عليها زيجلر إيكولز كنترولر سيتينجز. طريقة زيجلر إيكولز شو يقول؟ يقول لو نجي نصمم الترانسفر فانكشن مالتنا راح نجي نرسم له البوت دايجرام. نرسم له البوت دايجرام بس لازم شو نسوي؟ لازم الكنترولرات نحذفها. يعني اذا عندنا بي دي كنترولر بي اي كنترولر الانتجرال الديريفيتيف هاي كلها نحذفها ونبقي الباقيات. زين هاي وحده نلغيها الدولات. هاي وحده. اثنين نجي نطلع فد شيء اللي هو كيو. كيو شنو؟ كيو يساوي واحد على اي. زين الاي شنو؟ الاي ماخذي قيمه الاي اللي هو الامبليتيود ريشيو وهي تؤخذ عند اوميجا كروس اوفر. يعني احنا اول شيء لما البوت دايجرام نرسمه ونحذف الكنترولرات راح نجي 180 نشوف شو طلع عندنا اوميجا كروس اوفر اوميجا او اوميجا كروس اوفر. ومن اوميجا كروس اوفر راح شو نطلع؟ نطلع قيمه الامبليتيود ريشيو اللي هي في تقاطع في البوت دايجرام لما نقاطع الخطوط مثل ما شفتوا نطلع الاي. لما نطلع الامبليتيود ريشيو معكوس الامبليتيود يعني واحد على امبليتيود ريشيو راح ينطينا شنو؟ ينطينا الكيو اللي هو شنو الكيو؟ الالتيميت جين. شوف ألتيميت جين كيو يعني هذا ألتيميت جين اللي هو هذا ماكسيمم اللي ممكن نقدر نحصله. لكن احنا ما راح نخلي هذا كله لانه يعني بالسيتنجز اللي خاله زيجلر نيكولز هي تقول غير شكل. فاحنا هذه بالنسبه شوف اول شيء هذا كيو لازم ينحسب. ثانيا اكو فد شيء لازم ينحسب هو البي يو. البي يو شنو هو؟ البي يو هو السايكلينج مال الذبذبه يعني البيريد اللي راح يصير يعني قصدي السايكلينج كل سايكل راح يصير من الذبذبات الوقت المستغرق له يسموه بي يو. فتشوف شيء يقسم التي 2 باي اللي هو radians لكل cycle. يعني كل cycle يسويه هو عبارة عن 2 pi radians ويقسمه على omega crossover فينطينا شنو؟ ينطينا الوقت المستغرق لكل cycle يعني يمر. يعني كل cycle ينتهي الوقت المستغرق على إشقد. وإذا نقول PU is defined as the period of the sustained cycling that would occur if a proportional controller with gain KU were used. If proportional controller with gain KU were used. يعني احنا هذا بس مجرد بالproportional controller ويا الKU اللي طلعناها هاي بس فقط لان الكنترولرات شلناها. زين اذا عندنا بس proportional controller راح نجي نشوف الكي. طبعا اذا proportional controller فقط فعندنا كيسي. والكيسي شلون نطلعه؟ الكيسي نطلعه انه الكيو نضربه في نصف. الكيو هذا نضربه في نصف فيطلع عندنا الكيسي. طبعا هنا بالبروبورشنال كنترولر ما عندنا لا تاو اي ولا تاو دي لانه ما عندنا كنترولرات. بس اذا عندنا انتجرال
Proportional Integral Controller PI بالسيستم، فيكون بهالشكل هذا المعادلة. والكيسي شو تساوي؟ كيسي تساوي 0.45 في كيو، والتاو اي باعتبار بس عندنا Proportional Integral يعني ما عندنا Derivative، فراح يصير التاو اي هو بي يو على 1.2 اللي طلعناها وين؟ طلعناها هنا. إذا عندنا ثلاثتهم يعني Proportional، طبعا Proportional هم موجود ويا هذا لازم يكون زين. إذا هنا 3 مود اللي هو Proportional، Proportional Integral، Proportional Integral Derivative، يعني هنا Proportional Integral Derivative يعني هم Integral وهم Derivative، هم Proportional هم Integral هم Derivative، لا Proportional واحدة لا Proportional Derivative، Proportional Integral يعني هم Proportional ويا Integral، هنا Proportional Integral Derivative ثلاثتهم. تشوف هنا انجمعوا يعني شوف Proportional Integral يعني هذا واحد اللي هو Proportional، والانتجرال هو هذا الحد الثاني، هنا صار Proportional بعدين هذا الحد Integral بعدين هذا Derivative. فنجي نحسب هالنظام الكيسي 0.6 في كيو، والتاو اي بي يو على 2 والتاو دي بي يو على 8 زين. يقول فور كونترا عدد مايدك فروم كيو ان سواء جنرال ذا فاليوز في كل هاي الطريقه نسبه لاستعمال Proportional Derivative. يقول في حالة استعمال Proportional Derivative يقول هاي الطريقة هي يقول كلش conservative كلش متحفظ هذا، والسيستم ايش راح يطلع؟ يطلع too stable، يطلع too stable يعني معناته انه 0.6 كيو هي قليلة يعني ممكن يعتبره اكثر زين. بس هو هذا يعني هو conservative يعني متحفظ يخاف لما يريد يطلع زايد. That the resulting system will be too stable. One of these selection of tau d for maximum kc of that in phase margin. لم يرجع يقول يعني one of these is selection of tau d يعني tau d مهم في حسابه. كذلك التاو دي داودي لما يحسبه كذلك ده ينطي يعني بتقيمه conservative. The additional of integral action produces more phase lag at all frequencies. Hence a lower value. طبعا لما نستعمل الانتجرال action طبعا هو له غير فوائد الانتجرال اكشن لانه هو ظاهر يستعمل يفيده بغير اشياء، لكن شنو هو ايش يسوي؟ يقلل من الكيسي، يقلل من الكيسي ليش؟ لانه هو يزيد بالفيز لاج. لما نستعمل انتجرال كنترولر يزيد الفيز لاج وبالتالي يقلل من الكيسي. لكن لما نخلي له Proportional Derivative أو Derivative Controller الأكشن ما تش دي يسوي دي يخلي يعني دي يقلل من الفيز لاج، يقلل من الفيز لاج وينطي more gain يعني يخلي السيستم يكسب كيسي gain، الكيسي ما تزداد لما نستعمل Derivative Controller. هنا هذا مثال تصميمي بزيغلر نيكولز رولز، يقول طلع كيسي وتاو اي لسيستم استخدموا به انتجرال كنترولر فقط. فشنو هو عندنا السيستم هو هذا، عندنا شنو هذا ترانسبورتيشن لاج. فطبعا هو شو يقول طريقة شو اسمه زيغلر نيكولز، يقول هذا الكنترولر اللي هو Integral Controller هذا الغي كأنه ماكو، شو بقى هذا الفيرست اوردر
البروبورشنال كنترولر ويا الترانسبورتيشن لاج. طبعا احنا هنا فيرست اوردر وترانسبورتيشن لاج هذا ينجمع على مود نطلع الفيز لاج. فاحنا بالناقل نقدر بالكيرف، يعني هو ما رسم الكيرف بس طبق طريقه ثانيه شنو هي، انه قال شنو، قال ناقص 180، يعني عند الناقص 180 نطلع الاوميجا كروس اوفر. ايش نجمع مال الفيرست اوردر ومال الاوميجا، مال الفيرست اوردر ومال ترانسبورتيشن لاج. الفيرست اوردر الترانسبورتيشن لاج، خلينا نقول ترانسبورتيشن لاج هو قانون قريب اللي هو هذا ناقص اوميجا تاو ناقص اوميجا تاو. فنرجع هنا نشوف هذا الفاي يساوي ناقص اوميجا تاو او بالدر، يعني هذا طبعا بالراديان، بس اذا نضربه في باي على 100 في العفو 180 على باي اللي هو 57.3 تقريبا 57.3 اللي هو 180 على باي نضربه في هذا يطلع بالدجري. فالاوميجا تاو نجي هنا نشوف ناقص 1.2 اللي هو تاو مالتنا هنا 1.2 اوميجا اوميجا مضروبة في التاو 1.2 في 180 على باي اللي هسه قلت ثاني هذا بالناقص، ويا ناقص تاو انفرس اوميجا تاو هذا بالنسبة للفيرست اوردر. ما اريد ارجع يعني اخذ وقتنا، بس اذكركم بانه الفيز لاج مال الفيرست اوردر سيستم هو ناقص او تاو انفرس ناقص اوميجا تاو، والناقص تجي هنا تصير تاو تان انفرس اوميجا تاو. الاوميجا تاو هنا اللي هو معامل اس، اعتبار تاو اس زائد واحد، فالتاو هي واحد هنا، يعني تاو اس زائد واحد، فالتاو نجي نخليها هنا تصير ناقص تان انفرس اوميجا. هاي المعادلة بالترايل ان ايرور يلا تنحل، يعني نعوض بهذا ونحاول به الى ان نطلع اوميجا كروس اوفر. يقول ان انا سولفينج باي ترايل ان ايرور جيفز اوميجا كروس اوفر 2 يطلع. زين هذا بالنسبة للاوميجا، بالنسبة طبعا طريقة بالمعادلات حلها. نجي هنا يطلع الاي ار، الاي ار اوفر اول اي ار مال الاثنيناتهم، فالاي ار مال هذا يعني هذا وهذا طبعا بس لان هذا شلناه، فهذا الاي ار مالته واحد مضروب في الاي ار مال هذا، الاي ار مال هذا هو واحد كيسي طبعا مو يعني بدال واحد يعني كيسي في واحد تحت الجذر واحد زائد اوميجا تربيع تاو تربيع، هذا هو الامبليتيود amplitude ratio مال الفيرست اوردر. فطبعا التاو واحد نانا فالتاو تربيع واحد ومضروب في واحد اللي هو مال هذا الترانسبورتيشن لاج اللي هو واحد، وبالتالي الاوميجا احنا طلعناها عندنا 2، فالناتج مال هذا راح يصير كي سي على 2.24. زين 2.24 الكيسي العفو فهو كيسي على 2.24. الاي ار على مود نطلع الكي يو اللي هو الكي التيميت شلون طلعه، نخلي اي ار واحد هذا نخلينا واحد، والكيسي ايش يتحول الى كي يو، يعني الكيسي نحوله من كيسي نكتبه كي يو، نخلي الاي ار واحد نضرب واحد في 2.24 يطلع الكي يو هو 2.24. شوف هذا 2.24 بعدين نجي شو نقول نطلع القيم التصميميه اللي هنا اللي هو ما تخص البروبورشنال انتجرال هنا، فيطلع كي سي هو 0.45 في كي يو، والتاو اي هو بي يو على 1.2، بي يو 2 طلعناها 2 على 1.2 تشوف هنا 0.45 15.24 يطلع واحد كيسي طلعنا واحد، والتاو هو
2 باي على اوميجا كروس اوفر، هذا هو البي يو تقسيم 1.2 يطلع 2.62 من هذا بالنسبه للتوعي. هذا بالنسبه للمثال الاول. عندنا مثال الثاني. المثال الثاني using Ziegler Nichols rules determine controller settings for various modes of controller of control of the two tank chemical reactors in of chapter 10. The block diagram is reproduced. فهذا هو البلوك دايجرام. والجي سي، الجي سي هذا هو عبارة عن، تشوف أمامك الجي سي هو عبارة عن 3 مود كنترولرز. 3 مود اللي هو proportional، أول واحد، ثاني واحد integral، ثالث واحد derivative. proportional integral derivative 3 مود. هذا وين كله موجود هنا. زين نجي هنا الكي، هذا بالنسبة للشابتر 10 يعني هذا في التوضيح انه يقول K1 هو يساوي KKC والK هي 0.09، فالK1 يساوي 0.09KC وبالتالي شوف KC يساوي K1 على K والK هي 0.09 وK هي 0.09 يعني كعلاقات ما بين، يعني باعتبار انه كل كنترولر الى كي فهو اختصر كل الكيات مال ثلاثه كي وحده سواها اللي هي سماها كي 1. والكي 1 هي شنو هي؟ الكي يعني الكي 1 هي عباره عن كي سي في كي والكي هي 0.09. عموما مو هذا المهم، يعني مو كلش مهم هذا الموضوع، يعني هاي النقطه بس الأهم من هذا إنه نجي هنا هاي الكنترولرات كلها نلغيها وناخذ هذا وين؟ هذا اللي هو هذا زائد هذا، يعني هذا راح يصير two system. شو اسمه؟ بالمناسبة إنه second order system، تذكركم به second order system ما يمكن يطلع unstable، دائما يطلع stable second order system، ولذلك هذا first order في first order مضروبات واحدة بالنخ، first order في first order ينطينا second order system. فكل أنواع second order system هي تكون stable، ما بيها non stable. وهذا يعني أريد أشوفكم في الشيء هنا، لا مو هذا، يمكن هذا، أي هذا، شوف هذا شوف الجزي، شوف الجزي أنواع من الجزي. لما يكون الجزي قليل شوف شلون يتذبذب، الذبذبه مالته قويه، كل ما تزداد الجزي الذبذبه تقوم تقل، شوف بالاخير شلون يقوم بعد ما يتذبذب، تالي تصير مثل اكسبوننشال. بكل هاي الكيرفات لو تلاحظ يصعد ينزل الصعده الاخرى تصير اقل، هذا وين؟ هذا اذا جزي 0.2 يصعد، هذا زي بوي يعني اقل شيء، هذا زي المفروض هذا الاوسيليشن مالته كلش عالي، فهذا اعلى يعني هذا هو الاوسيليشن، يعني هذا يصعد ينزل الصعده الثانيه بعد ما تصير اقل، معناته ستيبل هذا، لانه يعني اذا هو ان ستيبل يصعد ينزل الصعده الثانيه تكون اعلى، فبعد يقوم يصعد اعلى واعلى واعلى الى ان يوصل الى مراحل متقدمه، يعني بعد ما يصير ان ستيبل. بس هنا هذا ستيبل، بس مع ذلك التصميم شو يقول؟ التصميم يقول احنا ما ناخذ 0.2، ناخذ اقل شيء 0.26. ليش؟ هذا requirements يعني يريد يبقى in the safe side، يريد يبقى in the safe side. عموما هاي فت مداخلة كانت على مود يعني اوضح لكم الفكرة. ومع ذلك وما دام شو اسمه راح نجي يعني الوحدة يعني هذا وهذا راح نصمم لهم، فهذا وهذا احنا راح نرسم لهم البود دايجرام. البود دايجرام لما راح نرسم هذا طبعا بالنسبة للامبليتيود ريشيو مالته واحد، في هذا يبقى نفسه، فهذا راح يرسم له هنا الامبليتيود ريشيو
وشوف يعني راح يصير شنو، راح يصير فيرست اوردر بترانسبورتيشن لاج. وهذا شوف الترانسبورتيشن لاج، هذا اللي قوس اللي هيك جاي، وهذا اللي هو الفيرست اوردر الاول مؤشر هنا، وهذا الفيرست اوردر الثاني. هذا شنو نسبه للفيز لاج؟ طبعا نحكي عن الفيز لاج يعني. شوف وبالاخير يجمع هالثلاثه، ثلاثه اللي يجمعهم يطلع هذا الخط الطوخ اللي هو ما يعبر عن السيستم اللي هو بدون كنترولرات. بالامبليتيود ريشيو كذلك يجي يخلي له اسمتود اللي هو طبعا بالنسبه لهذا الامبليتيود ريشيو ما ينرسم لانه يعني واحد فما ينرسم مضروب في واحد فما يرى، بس نجي شنو نرسم هذا وهذا، فهذا وهذا شكو بي اثنيناتهم راح راح يجون بالنسبة يعني هذا ده تشوف هنا عندنا اثنين التاو اثنين يعني أوميجا تاو يعني بالنص راح يصير بالنص. شوف هذا نص، هذا راح يجي هنا راح ينزل إيج راح يجي إيجي واللاخ راح يصير يعني هو بعدين بالنتيجة أنه راح ينجمع يعني اثنيناتهم يبدون ايج وبعدين اي تمام. فيعني بالنسبة يبقى واحد يبقى هيج يبقى لحد لأنه التاو مالته واحد يبقى هنا، الأخ تاو مالته اثنين فالأوميجا راح تصير نص، أوميجا تصير نص، فبالنص ينحرف ينزل زين، بالنص ينحرف ينزل ذاك ينزل بالواحد، ف هنا راح يصير الميل ما تناقص واحد وهذا راح يصير ناقص اثنين، ناقص واحد ناقص اثنين فينجمع. المهم هنا ورا ما يرسمه ويجي يطلع اوميجا كروس اوفر، مين يطلعها؟ لما رسم هاي ثلاثه انه طلع هذا الكير ناقص 180 يقاطع ويا هذا، هذا هو الاوميجا نزله جوا اوميجا كروس اوفر 1.56 صعد فوق يقاطع هذا الكيرف اللي هو الرسم من مجموع كيرفين الرسم، ولو ان انا راسم الكيرف الاصلي يعني نعتمد على الاسمتود بس عموما يعني يكون اضبط. قاطعه وهنا طلع ان الامبليتيود ريشيو 0.145 هذا هو الاي. زين فواحد على اي هنا عفوا احنا يمكن احنا هوايه زين هذا اللي يجي للسؤال اوميجا 0.15 كي 1 التيميت الالتيميت واحد على اي اللي هو حددناه من الكير 0.145 يطلع 6.9 يعني تقريبا 7. بعدين نجي لما طلعناه 7 ها والبي يو هم نحسبه 2 باي على اوميجا كروس اوفر يطلع 4. فنجي على جدول التصميمي نقول اذا كان بروبورشنال بس
إذا خلينا الـ proportional بس هو يصير كي 1 3 ونص. إذا خلينا الـ proportional ويا الـ integral يطلع 0.45 كي يو في 3.1 والتاو اي يعني حسب ما نحسب اللي هي على 1.2 يعني 2 4 العفو 4 على 1.2 3.3 وبعدين هذا هنا على 2 وهنا على 8 هذا في حالة integral proportional integral derivative 3. فنجي هنا هو شيء يقول هسه هذا الجدول خلينا حسب تصميم شو اسمه نيكول زيجلر نيكولز. بعدين يجي شيء يقول احنا نسوي في الجدول ثاني اللي نشوف ايش قد صار عندنا gain margin وايش قد صار عندنا phase margin phase margin من جراء عملية العملية اللي هذا سويناها. زين هنا نشوف هو ايش سوى بعدين رسم الرسم مالته. شوف هنا الفيز انجل رسم اذا كان عندنا بس بروبورشنال واذا كان عندنا بروبورشنال انتجرال رسم هذا الخط الثاني والخط الطوخ هو اذا بروبورشنال انتجرال ديريفيتيف ثلاثتهم سويه كل واحد له فد كيرف معين وهنا هذا الخط راح يصير بي اي دي بي اي بي اي دي هذا نفس الشيء هنا بي بي اي شوف هذا هنا هذا الحرف صار بي بي اي وهذا المنقط هنا هو بي يعني البي اذا البي وحده يجي منقط وبعدين يطبق ويا هذا يجي هنا زين البي اي البي اي يجي من هنا لان هذا بي اي بي اي يجي هيك يجي ويا هذا زين والبي اي دي البي اي دي هذا الخط المستقيم تقريبا مستقيم هنا شويه ينحرف فهنا شلون نطلع هاي القيم اللي هي الجين مارجن شلون نطلعها نجي نقول نجي نقول ناقص 180 بالنسبه للبي هذا البي ناقص 180 نجي نقاطع ويا هذا هنا بعدين قاطع ويا هذا بعدين نطلع فت خط عمودي وين يقطع يطلع البي اي البي اي بعدين شو نسوي نقاطع هذا تطلع لنا القيمة اللي هي تطلع بحدود 0.17 تطلع نعم 0.17 زين 0.17 نقسمها على K1 اللي هي ايش قد 3.5 نعم هذا K1 يعني 0.17 على 3.5 ينطينا 0.17 العفو مو 0.17 على 3.5 يعني هي 0.17 يعني هذا يعني هاي 0.17 تعتبر كلها هي العفو كل هذه هي عباره 0.17 يعني هاي تساوي 0.17 0.17 نضربها في 3.5 ينطينا الامبليتيود الامبليتيود ريشيو نقلبه شو ينطينا ينطينا الجين مارجن فهنا الجين مارجن شي ينطينا 2 فتمت العمليه عيده لما نتقاطع هنا يطلع هاي القيمه هنا شنو هي القيمه القيمه اللي هي هنا 0.17 هذا بالنسبه للبي اي ده 0.17 هذا شي يساوي هذا الكسر كله 0.17 0.17 هنا يطلع في 3.5 بالنسبه للبي اي بالنسبه للبي بالنسبة للـ P بس يعني عفوا proportional يعني بس proportional بالنسبة للـ P بس يطلع شنو ثلاثة طلع ثلاثة ونص بالضبط
الكي 1 3 ونص نضربه في 0.17 يطلع امبليتيود ريشيو. امبليتيود ريشيو انقلبه يطلع جين مارجن يطلع شنو 2. نفس العمليه نسويها ويا البي اي ويا الانتجرال. راح ناخذ هذا الخط ناقص 180 ويا من يقاطع ويا هذا صاعد صعد الخط منا هذا ينطينا الـ PI. ناخذ خط منا اي فهذا راح ينطينا قيمه اخرى ونفس العمليه نسويها اللي سويناها بالبدايه. ايش راح ينطينا؟ ينطينا بي ينطينا الجين مارجن 1.9. ها بالنسبه لل نسينا الفيز مارجن. الفيز مارجن شلون طلعها؟ الفيز مارجن هو بالنسبه للبي بالنسبة للـ P بالنسبة للـ P فالـ P شنو هو؟ عندنا الواحد الواحد نسقطه الواحد على 3 اي بالضبط. عندنا الواحد يعني اذا طبعا احنا ناخذ بالفيز مارجن الفيز مارجن ناخذ امبليتيود ريشيو 1 1 على 3 بوينت ونص يطلع بوينت 3. ناخذ البوينت 3 هنا ونسقطه هنا راح يطلع فت خط اللي هو نجيبه هنا راح يقطع لنا بال 135 يعني راح يجي هذا يعني بوينت 3 something راح نجي هنا وهذا راح نجي خط ننزله جوا يجي هنا يقطع وهذا ايش قد يعطينا ناقص 135 فرق عن ال 180 ايش قد 45 راح يصير الفيز مارجن 45. كذلك بالنسبه للبي اي والبي اي دي كل واحد يتكرر بس على الكيرف مالته يعني البي اي يصير على هذا الكيرف والبي اي دي يصير على الاسود يعني ناقص 180 نجي نقطع هنا وراح ناخذ شنو خط طبعا هذا الكروس اوفر وهذا هنا هم الكروس اوفر مالته هذا الكروس اوفر بس احنا هنا اللي نريده شنو نريد انه نطلع فوق ويا البي اي دي هنا نعم ويا البي اي دي ونقاطعه وتقريبا هو شوي اقل من 0.1 0.092 كذا ونساوي 0.092 هنا نضرب في كي 1 كي 1 اللي هو شنو الدرجة 4.2 في 0.092 يطلع الامبليتيود ريشن قلبه يطلع شنو يطلع الجين مارجن وكذلك الفيز مارجن نفس الطريقة اللي شرحنا عنها. هذا هو بالنسبة يعني طريقة هذا طريقة نيكولز طريقة زيجلر نيكولز. ف يعني طبعا المهم انه شلون انت تستخدم الجدول وشلون تطلع قيم اللي شفتوها هنا شلون تطلع قيم كي سي تاو اي تاو دي اي مهمة يعني هذا الجدول شلون تقدر تستعمل هذا
يعني مهم، يعني هو هذا الشيء المهم بالموضوع. هي يعني هذا هو المحاضرة مالتنا، وهذا يعني طبعا هو بعد اكو نهاية شو اسمه اكو شيء اسمه ترانجينت ريسبونسز، وكذلك عندنا يعني اكو فد موضوع هو بعد، بس هذا ما راح ناخذه يعني هنا وبس لهنا، هذا هو حدنا وانتهى الموضوع. احنا يعني هذا امتحان نهايه السنه راح تصير لي حد هذا الموضوع، ونتمنى لكم اجابه جيده وبالتوفيق ان شاء الله. واي سؤال عندكم انا حاضر، لا تترددون بالسؤال، انا موجود ان شاء الله نساعدكم في الموضوع. دمتم بخير وإلى اللقاء، مع السلامة.